تحمست داليا مبارك متابعينا لأغنيتها الجديدة خدني، ألحان فايز السعيد بهالمقطع يلي صار شايفه أكثر من 12 ألف شخص. خدني إلى ما لا نهاية من الحب. وأمل بشوشة حبت تشارك متابعينا هالفيديو المضحك. أما شيكو فنشر هالصورة برفقة أبو حفيدة وعلق دوك فيس وذ أعقل واحد. وشري عادل نشرت صورة من كواليس مسلسل الحصان الأسود. أما سارة الهاني فنشرت مقطع بتغني فيه من برنامج صباح الخير يا عرب. يا دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا حبيبي أنا يا حبيبي أنا.